غرب والشرق، لا الإسلام أصلا لا شرقية ولا غربية، وليس هناك التفريق، كلكم من بني آدم وآدم من تراب، لا فضل لعربين لا عجمين ولا لعجمين لا عربي، هذا الإسلام، كلكم من بني آدم وآدم من تراب، هذا هو الحقيقة في العالم، وليس التفريق بين أوروبي وشرقي وغربي. ولكن إذا كان هناك الآن يعني الأوروبا والدول العالم يعني كبرت وصارت قوة كبيرة، فجعلت تنظر بنظرة تعصب ونظرة احتقار ونظرة ابتذاذ لدى الشرق، وخاصة الإسلاميين والإسلام والمسلمين جعلوا يستهدفون مثل المستشرقين وغيرهم، فهذا معناه أنهم ما أنصفوا مع لا مع الإسلام ولا مع المسلمين، وهذا ليس ككل، ولكن هناك منظمات حاذفة ضد الإسلام والمسلمين، والمسلمون ينبغي أن يتعاملوا في ضوء سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه القضايا، وليس هناك فقط للنفرة يقال هذه الكلمة، بل هناك في أوروبا والغرب ممن يهتم بأمور المسلمين وبأمور العالم أجمع، فينبغي للعالم الإسلامي أن يكون له يعني طريقة خاصة في ضوء الكتاب والسنة للمعاملة مع الغرب في الظروف المستجدة في هذه الأيام، وليس هناك التصادم وال يعني تقاتل هو الحل، بل هو الحل السلمي وببيان مواقف المسلمين والإسلام تجاه الآخرين، وليس ما يصوره الغرب، وليس ما يشوهه الغرب صورة الإسلام، وليس ما يعني يتزعمه الغرب ضد الإسلام والمسلمين، الإسلام الفوبيا وإسلام الجهاد وإسلام الإيش، هذا كلها خطأ. لو قام الشرق بأداء حقوقهم الدعوية وتصحيح المفاهيم لزالت كثير من الشبه، والغرب ربما اعتنق هذا الإسلام بدل أن يكون معاديا لها، فدور المسلمين والشرق يعني كانت قاصرة، فلذلك هم يعني تغلبوا واستطاعوا لتشويه صورة الإسلام وتحريز عامة العالم ضد الإسلام والمسلمين، فينبغي أن يكون هذا في بأسلوب حكيم وبطريقة النبي صلى الله عليه وسلم المعروفة في الكتاب والسنة، التعامل مع الآخرين، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، هذا ما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، حدنا مع اليهود في مدينة، والرسول صلى الله عليه وسلم يجعله عبد الله بن أريقث ذليلا له في سفره في الهجرة، ويهودي يجعل ذرعه يعني عنده بمقابل نعم، وأمثال هذا، تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم والآخرين، يزور ويقوم بعيادة بعض أولاد اليهود، الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس يذهب، فهل يتصور أن أفضل الخلق وسيد إمام المتقين وإمام الأنبياء يعني يقوم بعيادة طفل يهودي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، فينبغي المسلمون يعني ينظروا بهذا المنظار أيضا تجاه هؤلاء الأعداء.